إذا يا شباب، جات الفرصة اللي هننتقم بيها من الشركات دي، جات الفرصة اللي هنعوض بيها كل الفلوس اللي احنا خسرناها يا رجالة. أنا اشتريت سكريبت التفاحة مضمون 100%، مش هقول لك على السعر غير لما نرجع كل فلوسنا اللي خسرناها يا رجالة. اطمنوا يا جدعان، النهاردة معانا سكريبت التفاحة، سكريبت التفاحة اللي بتتباع بألوفات الدولارات، تم الحصول عليه من مواطن مصري يسعى إلى تدمير هذه الشركات. مواطن مصري شريف بيساعد الناس الغلابة بسكريبت، مش بيلعب بيه نفسه ولا يكسب بيه ملايين، بيبيعه للناس عشان الناس تعوض. أنا اشتريته النهاردة وأديهولكم ببلاش يا رجالة، هديكم السكريبت ببلاش. بس قبل ما نلعب بالسكريبت، تعالى اقول لك هتتضاف ازاي من على الكمبيوتر يا رجاله. بص يا زميلي، هترجع كده هتخش على متصفح، على ما تفتح المتصفح بتاعك تمام، هتيجي هنا على الثلاث شرط دول، هتيجي على الاضافات، اداره الاضافات، لحد كده انت كويس. هتلاقي وضع مطور البرامج دي مقفول، حضرتك هتفتحه تمام. وبعد ما تاخد مني الملف هتعمل هنا تحميل اضافه، هتلاقي الملف عندك على سطح المكتب بره كده اسمه التفاحة تمام. هتفتحه كده وتختار اوكي، كده هتضاف معاك تمام يا رجالة. تعالى بقى نخش على الملايين اللي احنا نجيبها دلوقتي، وهنبدأ ب1000 وهنضرب في اكس 349. سكريبت مضمون 100% يا جماعة، شايف ده عندنا اهو اول خانة، واحد اتنين والمقطومة في النص تمام. انا هبدأ ب1000 جنيه مع بعض، ان شاء الله هنعوض كل فلوسنا يا رجالة، ما تقلقوش، ده مواطن مصري شريف وباع السكريبت ده بفلوس قليلة والله، يعني مش كتير، ما تقلقوش، هقول لك على السعر بس طول بالك معايا. دلوقتي هنلعب ب1000 جنيه، هناخد اول واحدة. سكريبت مضمون 100% يا جدعان، سكريبت مضمون 100%، هاخد اللي فوق منها. يا نهار اسود، ايه ده يا جدعان، هو في ايه ده، دي تاني خانة. لا بس اكيد هو هيشتغل بعد المرة الجاية، اكيد هيشتغل بعد المرة الجاية. طب نلعب بنفس الالف برضو، هناخد دي، طب وناخد دي، يلا يا باشا دوس. حلوة قوي يا جماعة، شغال اهو، شغال، الله شغال، حلو حلو، نهار ابوك اسود. ايه يا جدعان، اكيد السكريبت فيه حاجة غلط، اكيد السكريبت فيه حاجة غلط. طب ان شاء الله هنجيب التانية دي، ادي 1000 جنيه، انا معايا سكريبت لازم اطمع هضرب في اكس 349. هناخد دي طيب، وكمان دي، هو واضح قدامي يا جدعان، بص كل دول، كل دول زي الفل اهو، كل دول زي الفل. طب وناخد دي، فين يا جدعان، ده احنا ما كسبناش ولا مره، لا اكيد في حاجه غلط. طب انا حدث المتصفح كده ونجرب كمان، هنحط يا سيدي، اما انت انا خسرت 3000، هحط 3000 وهلعب، هختار دي وهاخد دي وهختار كمان اللي في النص، ما هو واضح اهو يا جدعان، اهو 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 مضمون، اهو اهو مضمون، اهو اهو يا باشا اهو. في حاجة غلط يا جدعان، ده سكريبت مشتريه، ده مشتريه يا جدعان، ده انا خسرت كده 6000 جنيه في لحظة. طب انا اعوض ازاي دلوقتي؟ طب نلعب كمان مرة، يمكن هو زعلان منه ولا حاجة. ايه ده، ده واحد، طب بعدين ده احنا ما كسبناش بيه ولا مرة يا جدعان، طب بصرف النظر عن ثمنه خالص، طب الخسارة دي، ده اكيد في مشكلة، في حاجة غلط. طب نقلله الرهان، طيب يمكن سكريبت على قد حاله مثلا عشان سعره صغير برضه.
طب بصوا يا جماعة، أنا أقول لكم على حاجة بقى. السكريبت ده بيبيعه مواطن مصري شريف ب 600 جنيه بس. ب 600 جنيه يا باشا هتدخل تعوض كل خسارتك، وديك شايف النتيجة كله، يعني خسرنا حوالي 8000 جنيه، مش مكسب ولا حاجة. كل القصة اللي عايز أوصلها لحضرتك إن مفيش حاجة اسمها سكريبت في الشركات دي، مش شركات مصروف عليها مليارات هتيجي حضرتك بسكريبت ب 600 جنيه تخش الشركات دي وتاخد منها فلوس. تبقى ما يعني ما تزعلش مني في اللفظ، تبقى غبي لو صدقت اي حد بيقول لك معايا سكريبت. تمام؟ صاحب السكريبت ده بيقول لي ان جايبه من واحد روسي، جايبه ب 10000 دولار. طب انت لما انت جايبه ب 10000 دولار بتبيعه للناس ب 600 جنيه ليه؟ قال لي انا كسبت بيه حوالي 3 مليون. يعني شوف الكلام، كسبت بيه 3 مليون، انا مش عايز العب تاني خلاص، انا ببيعه كده احسن. يا راجل يعني انا عارف ان انت بتكذب اصلا، انا عارف ان انت بتكذب، ومع ذلك انا كل المشكله اللي خلاني اشتريته منك اني خسرت. فسبحان الله اللي خاسر ده بيتعلق في اي حاجه كده، اي حد يقول له كلمتين يروح متعلق فيهم ويمشي وراه. طب والنهاية ايه يا شباب؟ هتفضل تخسر برضه. اللي ما تعرفوش ان دي شركات عليها صرفرات وحماية بمليارات الفلوس، مليارات يا باشا. انت مفكر ب 600 جنيه بتاعتك هتخش تخترق لعبة زي كده وتسحب منها تضرب لي في اكس 349 مثلا؟ هو بيقول لي ما شغال معاك لحد اربعة، ولا حد اربعة ولا حتى واحد ونص كمان، قدامك الدنيا كلها يا رجاله. يا رجاله عشان خاطر ربنا ما تخليش الخساره بتاعتك تسيطر عليك. انت لما انت خسرت، فاي حد بيقول لك على سكريبت ولا حاجه مفكر خلاص بتعيش الخيال. يا باشا لما هو سكريبت شغال هيبيعوا لك ليه؟ وفي حاجه اسمها سكريبت اصلا؟ في حاجه اسمها سكريبت؟ المشكله ان انت بتعوم على الكلام. يا باشا ادي سكريبت اهو كل حاجه والله. بص يعني انا 3000 كمان اهي، سكريبت واضح قدامك اهو، اهو واضح قدامك يا باشا اهو. فاهمني؟ يعني خلاص اي حد هيصدق اول ما يجرب السكريبت، خلاص ده شغال معايا. ولما كلمته بقول له يا باشا السكريبت مش شغال، قال لي طب صور لي كده، صورته له قال لي ما هو واضح قدامك اهو. قلت له ازاي يعني؟ قال لي انا مالي مش واضح قدامك وشغال، انا مديك سكريبت شغال، انا ذنبي ايه يكسب او يخسر؟ فاهم يعني يكسب او يخسر هو ذنبه ايه؟ قلت له يعني خلاص يا عم نروح الله يسهل لك ب 600 جنيه اللي معاك، وانا هعمل بيه تجربه شخصيه نعرف بيها الناس اللي بيضحك عليها. ما تصدقش اي حد يقول لك معايا سكريبت، وانا قريب جدا هطلع لك سكريبت الطياره وهخليك تتوهم وتصدق، هعيشك الوهم والحقيقه بالظبط، واوريك بيتعمل ازاي وبتصمم ازاي. احنا موجودين هنا في القناه عشان نكشف كل الحقائق النصابين وفضايح الشركات دي كلها. احنا موجودين عشان نبين الحقيقه قدامكم. ما تصدقش اي حد يقول لك معاه سكريبت، كله كده، كله كده يا باشا. انت كل القصه انه بيديك فيروس، الفيروس بتحطه على جهاز الكمبيوتر بتاعك، وممكن يصدق الفيروس ده يبقى هاكر وياخد منك كل حاجة موجودة على الكمبيوتر. تمام؟ ما تصدقش أي حد. أنا جربت على التليفون برضه نفس الكلام. أنا جربت على التليفون مفيش مكسب ولا حاجة، كلها أوهام يا باشا، كلها. بص يا باشا، طب أنا هدوس لك على دي اللي هي التفاحة المكسورة، طلعت سليمة. فاهم؟ يعني طب نجرب المكسورة كمان، طلعت سليمة. سبحان الله يا أخي، سبحان الله، يمكن السكريبت ده شغال عكس. طب أهو طلعت سليمة، أهو طلعت سبحان الله. طب أهو كمان، أهو إيه يا جدعان، هو شغال عكس ولا إيه؟ بص طلعت سليمة خلاص، هي كده اللعبة عايزة تكسبنا، واخد بالك أنت؟ عايزة تعوض لك خسارتك عشان حضرتك ما تزهقش. فاهمني؟ عشان حضرتك ما تزهقش. ادي كل القصه يا باشا، وكل حكايه السكريبت والكلام الفاضي ده كله كده، كله كده اهو، عشان ما تزعلش كمان اهو.
يعني عشان انا كل القصه عايز اوصل لك ان كله كذب، مفيش حاجه اسمها سكريبت والكلام الفاضي ده. يا رب تكون استفدت من الفيديو بتاع النهارده، بس ما تنساش تعمل لنا لايك يا زميلي، احنا مكملين زي ما احنا. سلام يا رجاله.